بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 72 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. هذا السائل الذي رمز لاسمه بألف ألف عين يقول: شيخ، هل الاعتكاف خاص بشهر رمضان؟ ومن أراد أن يعتكف في غير رمضان للعبادة، هل يقبل منه هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الاعتكاف في المساجد لأجل ذكر الله سبحانه وطاعته وعبادته عبادة عظيمة ومشروعة في كل وقت، في رمضان وفي غيره. قال الله جل وعلا: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. الاعتكاف في المساجد سنة نبوية دل عليها الكتاب والسنة، وهو اللبث في مسجد تقام فيه صلاة الجماعة لأجل العبادة بالذكر وتلاوة القرآن والصلاة وغير ذلك من العبادات، يتفرغ الإنسان لعبادة ربه عز وجل. نعم. جزاكم الله خيرا. بالنسبة للاعتكاف الشيخ صالح في غير رمضان، ما؟ نعم، الاعتكاف مشروع في كل وقت. نعم، جزاكم وفي الله. كل مسجد تقام فيه صلاة الجماعة. نعم. هل يجوز يقول للمصلي المنفرد أن يجهر بالقراءة في الصلوات الجهرية؟ نعم، لا بأس بذلك، إلا إذا كان يؤثر على من بجانبه أو يؤذي النائم، فإنه يسر بالقراءة. نعم. الأخ حامد له مجموعة من الأسئلة، يبدأها بسؤال عن السلام على المصلي. يقول: ما حكم السلام على المصلي، وكيف يرد المصلي إذا كان يتسنن وإذا سلم عليه؟ لا بأس بالسلام على المصلي، ويرد المصلي السلام بالإشارة، يرد بالإشارة. نعم. يقول: هل يجوز للشيخ للمؤذن بعد الأذان في الميكروفون أن ينوه بالصلاة بعدما ينتهي من الأذان؟ لا يجوز هذا، لا يجوز الزيادة على الأذان، الأذان يكفي. ما فائدة الأذان إذا كان ينوه بالحضور الصلاة وما أشبه ذلك؟ الأذان ليس له فائدة، وتكون هذه الزيادة بدعة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. فيقتصر على الأذان وهو 15 جملة. نعم. الأخ سالم أحمد يقول: فضيلة الشيخ، جزاكم الله خير على هذا البرنامج، برنامج نور على الدرب، وأسأل عن رجل لم يتمكن من المبيت في المزدلفة ولم يطف طواف الوداع، فماذا يترتب عليه في هذه النقطة؟ وهل له أن يذبح في محل إقامته ويوزع لحم الذبيحتين إذا كان عليه ذلك، حيث يشق عليه إيصال الذبيحتين إلى الحرم؟ أما المبيت المزدلفة إذا تركه لعذر كما ذكر ولم يستطع المبيت فليس عليه شيء، وأما الطواف الوداع إذا لم يأتي به ولم يستطع القيام به فإنه يكون عليه فدية، والفدية ما لا تذبح في البلد، وإنما تذبح في الحرم وتوزع على فقراء الحرم. وإذا كان هو لا يستطيع أن يصل إلى الحرم فإنه يوكل من يذبحها وينوب عنه في ذلك ويوزعها على فقراء الحرم. لكن طواف الوداع أو طواف الإفاضة إذا عجز الإنسان عنه بنفسه المشي فإنه يحمل، طاف به محمولا ويسعى به محمولا. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. الأخ زاهر أرسل للبرنامج بمجموعة من الأسئلة. أولا، يستشيركم في كتاب مختصر صحيح مسلم للحافظ زكي الدين عبد العظيم المنذري. نعم، كتاب طيب. الأصل هو صحيح مسلم
من أصح الكتب بعد صحيح البخاري، ومختصره للحافظ المنذري طيب أيضا. يقول بالنسبة للحج، هل يمحو ما قبله من الذنوب وإن كانت كثيرة وكبيرة؟ أما أنه يمحو الذنوب الصغائر مع الحج المبرور، هذا صحيح وهذا وارد في الأحاديث. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وهو من المكفرات. لكن الكبائر اختلف العلماء هل يكفر حتى الكبائر. من العلماء من يرى ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قالوا هذا عام للكبائر والصغائر. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم الأخت. ولكن إذا نظرنا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، دل هذا على أن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة أو بأن يعفو الله عنها، ولا تكفر بالأعمال الصالحة. نعم، جزاكم الله خيرا الأخت مهند تقول: ما الأحكام المتعلقة بالمرأة إذا حاضت وهي تؤدي المناسك في الحج، وهل يجوز لها أن تأخذ حبوب منع الدورة في أثناء هذه الفترة من الحج؟ هذا شيء حصل لنساء الصحابة أنها تصيبها الحيض قبل الإحرام أو بعد الإحرام، قد حصل هذا لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فالمرأة إذا حاضت قبل الإحرام وأحرمت أو حاضت بعد الإحرام فإنها تفعل مناسك الحج من الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق ورمي الجمار، لكن تؤخر طواف البيت حتى تطهر. تأخر طواف البيت حتى تطهر، طواف الإفاضة. وأما طواف الوداع فإنه يسقط عن المرأة الحائض. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم الأخ صالح أحمد يسأل للشيخ عن أبرز الأمور والأسباب التي تعين على ثبات المؤمن على الحق وعلى دينه في خضم هذه الحياة المليئة بالفتن والمغريات. الأمور التي تسبب الثبات على الحق كثيرة، أهمها الدعاء، لأن يدعو الإنسان أن يثبته الله وأن لا يزيغ قلبه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فيكثر من الدعاء أن يثبته الله سبحانه وتعالى على الدين. ثانيا، يبتعد عن الفتن وأسبابها حتى يسلم على دينه، يعتزل الفتن ويبتعد عنها مهما استطاع حتى يثبت على دينه. ثالثا، يبتعد عن رفقة السوء وجلساء السوء لئلا يؤثروا عليه، ولا يستمع لمقالات السوء والدعوة إلى الباطل مما يذاع أو يشاع في الفضائيات. هذه أمور خطيرة جدا، على المسلم أن يتجنب هذه الأمور ويحذر منها إلا ما فيه فائدة أو علم ينتفع به. نعم، جزاكم الله خيرا. من أسئلتي يقول الشيخ: هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر أحوال الأنبياء وقصصهم لأصحابه في حياتهم؟ على شيء ذكره الله في القرآن، ذكر سير الأنبياء وقصصهم ليثبت النبي صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه، يثبتهم ذكر قصص الأنبياء والصالحين. هذا شيء مذكور في القرآن. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يقص على أصحابه سير الأنبياء ليتعظوا ويعتبروا. نعم، أخيرا يسأل عن المراد بسدرة المنتهى في الآية. سدرة المنتهى شجرة في السماء، شجرة في السماء وهي عظيمة عندها جنة المأوى، فهي سدرة عظيمة، وقد وصل إليها النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم فضيلة الشيخ. هذا له مجموعة من الأسئلة. بسام يقول: ورد في الحديث صيام العشر من ذي الحجة، فهل تصام هذه العشر كاملة؟ نعم، إلا يوم العيد، يعني يوم العاشر لا يصام لأنه يوم عيد حرام صيامه. ويوم عرفة بالنسبة للحاج أفضل لا يصوم، الذي هو اليوم التاسع أفضل أن يكون الحاج مفطرا، وأما غير الحاج فيصوم 9 أيام يحصل على بذلك على الأجر العظيم. نعم، من أسئلتي يقول: ما حكم القنوت في صلاة الصبح وما الصحيح فيها؟ القنوت
لصلاة الصبح عند النوازل عندما تنزل بالمسلمين نازلة، القنوت مشروع في هذا، كما قنت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لقوم من المسلمين ويدعو على قوم من الكفار، هذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في النوازل. أما المداومة على القنوت لصلاة الفجر، جمهور أهل العلم المحققين على أنه غير مشروع، بل قال بعضهم أنه بدعة، ولكن بعض العلماء يرى المداومة عليه. فهؤلاء الذين يقنطون في كل صلاة صبح وما يكونون على هذا المذهب، ولكن الواجب عليهم أن يتبعوا السنة ويتركوا التقليد فيما لا دليل عليه. نعم. يقول: هل صلاة الأوابين، ما هي صلاة الأوابين وكم عدد الركعات ولماذا سميت بهذا الاسم؟ صلاة الأوابين هي صلاة الضحى إذا أخرت إلى آخر وقتها. صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، أي صغار الإبل، من حرارة الشمس، وذلك في آخر الضحى، هذه صلاة الأوابين. نعم. جزاكم الله خيرا. أبو عبد الله يقول: فضيلة الشيخ، نحن مجموعة من الشباب لدينا استراحة، معنا واحد من الشباب يصلي فترة ويترك أخرى، وإذا نصحناه قال: أنا ما زلت في بداية عمري وفي العمر متسع، هل يجوز لنا أن نخالطه ونأكل معه ونشرب معه في هذه الاستراحة؟ الذي يترك بعض الصلوات هذا كافر، لأنه متعمد لترك الصلاة، والواجب المحافظة على الصلوات كلها. حافظوا على الصلوات، الصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين، الذين هم على صلاتهم يحافظون، والذين هم على صلواتهم يحافظون. الواجب المحافظة على الصلاة، ولا يسع مسلما أن يترك صلاة واحدة متعمدا. فعلى هذا الشاب التوبة إلى الله عز وجل، وعليكم أنتم ونصحته، فإن لم يمتثل فاعتزلوه وابتعدوا عنه. نعم. يقول السائل: يا شيخ، ذكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ما معناه بأنه مر على قوم يعذبون ومنهم رجل يشدخ رأسه، فقيل له بأنه نام عن القرآن ونام عن الصلاة، فهل يقصد بأنه نام عن النوافل كقيام الليل وعن حفظ القرآن أم ماذا؟ نعم، هذا ثبت في حديث منام النبي صلى الله عليه وسلم، الرؤيا التي رآها من جملة ذلك أنه رأى أناسا ترخ رؤوسهم بالحجارة كلما رضخت عادت كما كانت، ويكرر عليهم ذلك، فسأل عنهم صلى الله عليه وسلم، فقيل له: هؤلاء الذين تتفاقل رؤوسهم عن صلاة الفجر. فهذا في صلاة الفجر، تتفاقل عنها وإخراجها عن وقتها. أما النوافل فهذه لا يجب فعلها، لو تركها لا شيء عليه، لأنها مستحبة، والمستحب ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. نعم. أخيرا يسأل في فقرته الأخيرة ويقول: لماذا تساهل الناس في وقتنا الحاضر أو البعض من الناس بتطبيق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إما لجهلهم بها وإما لكسلهم عنها، هذا هو السبب، إما الكسل وإما الجهل وإما الانشغال في أمور الدنيا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا الأخ سوداني مقيم بالقصيم يقول: هل يجوز أن نصلي وترين في ليلة ولماذا؟ وإذا أردت أن أوتر أول الليل ثم قمت في آخره؟ الوتر مرة واحدة ولا يجوز تكراره، في الحديث لا وتران في ليلة، وإذا أوترت في أول الليل يكفي هذا، ولا مانع أن تقوم آخر الليل وتصلي ما تيسر لك من غير وتر، يكفي الوتر الأول. وإن أخرت الوتر، إذا كنت تعزم على القيام في آخر الليل ولا يشق هذا عليك، فإنك تؤخر الوتر إلى آخر الليل. نعم. من أسئلة الأخ السوداني يقول: شيخ، ما الحكم الشرعي في نظركم في لعن الشيطان في جميع الأمور؟ الشيطان لعنه الله، لا حاجة إلى لعنه، والواجب على المسلم أن يتوب من الذنوب، ولا يحمل الشيطان ويلعن الشيطان ولا يلوم نفسه. الواجب عليه أن يلوم نفسه وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويستغفر، ولا يشتغل بلعن الشيطان، فإن هذا لا يجديه شيئا. نعم. جزاكم الله خيرا. في فقرته الأخيرة يقول: من الذي يقدم في الصلاة إذا غاب إمام المسجد؟ يقدم من يخلفه الإمام، من يخلفه الإمام وينيبه الإمام فإنه يقدم، فإن لم يخلف أحدا فإن المأمومين يختارون أفضلهم في القراءة وأكبرهم سنا وأقرأهم لكتاب الله. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل للبرنامج أرسل بمجموعة من الأسئلة، يبدأها بسؤال عن الزكاة، يقول: هل يجوز يا شيخ أن نعطي الزكاة لتارك الصلاة والمتساهل بها؟ لا يجوز أن تعطى الزكاة لتارك الصلاة متعمدا لأنه كافر، ولا تصح الزكاة لكافر، إنما تدفع الزكاة للمسلمين، لفقراء المسلمين. نعم. يسأل عن الغضب يا شيخ، يقول: ما علاجه وما حكم الألفاظ التي تخرج من الإنسان في حالة غضبه؟ الغضب أمر جبلي وطبيعي، ولكن على الإنسان إذا حصل عنده الغضب أن يستعيذ بالله من الشيطان، سيذهب عنه بإذن الله. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعيذ بالله إنه هو السميع العليم. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد غضب حتى احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا أهم شيء يعالج به الغضب. كذلك العفو، قال تعالى في وصف المؤمنين: وإذا ما غضبوا هم يغفرون، فيغفر لمن غضب عليه. نعم. الأخت السائلة التي رمزت اسمها بشين ميم صاد لها مجموعة من الأسئلة، تقول: عندي بناتي 13 سنة و 14 سنة، وبعض النساء يا شيخ يشق عليهن الاعتناء بشعورهن الطويلة، ومن هؤلاء بناتي، فنقص الرأس قصا إلى الأذنين أو مثل الذكور، فهل يجوز قص مثل هذا الشعر لهؤلاء البنات؟ القص الذي مثل الذكور هذا حرام، لأن هذا تشبه للرجال، قد قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. وأما القص الذي بعد ذلك ولا في تشبه بالرجال، فهذا إن كان لحاجة، إن كانت الشعر طويلا وثقيلا وهي فقيرة وليس عندها ما يصلحه ويشق عليها، فلا بأس بقصه للحاجة لا للزينة، لأن الزينة في بقائه. وكذلك لو كانت عجوزا كبيرة ولا ترجو أن تتزوج ولا لها رغبة في الزواج، وعليها شعر كثيف ويشق عليها، لا مانع أنها تخففه. نعم. الأخت فضيلة الشيخ تسأل وتقول بأنها تستمع دائما إلى المسجل وإلى شريط قرآني يسجل عليه آيات باستمرار، فهل يجوز لها ذلك مع ما يحصل من انشغال في المطبخ عن سماع هذا الشريط، سواء كان ذلك في البيت أو تبادل الحديث مع بناتي؟ قراءة القرآن باللسان، كون الإنسان يقرأ القرآن هو بنفسه، هذا أفضل، يحصل على الأجر. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، حسنة بعشر أمثاله. ولا بأس أن يستمع إلى القرآن من المسجل، وأن يفتح المسجل ويستمع إليه، وهذا فيه أيضا خير كثير، الاستماع للقرآن من المسجل أو من غيره أو من القارئ مباشرة، هذا فيه خبر عظيم. قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وأما أن يشغل المسجل بالقرآن وينشغل عنه الإنسان ولا يستمع إليه، أو يكون هناك خوض في الأحاديث والقرآن يتلى، فهذا لا يجوز، لأنهم لا ينتفعون من تلاوة القرآن، ولأن هذا فيه إعراض عن القرآن وعدم استماع له. نعم. لها سؤال شيخ عن صوم الوصال، تقول: هل لنا أن نصوم ذلك، وهل هو سنة أم أنه خاص بالرسول؟ الأفضل للإنسان أن يفطر عند غروب الشمس ولا يواصل، لكن إن كان ولا بد يواصل إلى السحر، يواصل إلى السحر كما رخص النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم. أخيرا في رسالتها يا شيخ تسأل عن تأجيل قضاء رمضان إلى أيام باردة، أم لا بد أن تكون في الصيف؟ لا بد أن يبادر الإنسان بأداء ما في ذمته من القضاء من صيام رمضان إذا استطاع، فالمبادرة لا شك أنها أبرأ لذمته وأحسن له. ويجوز التأخير إلى ألا يبقى على رمضان القادم إلا عدد الأيام التي عليه، فيتعين عليه أن يصوم ولا يدخل عليه رمضان ثاني وهو لم يقضي مع الاستطاعة. أبو مصطفى أرسل للبرنامج مجموعة من الأسئلة، يقول: شيخ، هل يحق لشارب الدخان
أن يؤم المصلين في الشركة التي يعمل فيها، يقول أنا أحسنهم في القراءة وحافظ. الواجب أن يختار للصلاة أمثل الحاضرين، أمثل الحاضرين. وشرب الدخان معصية ومجاهرة بالمعصية، فإذا كان موجود من هو أفضل منه ولا يشرب الدخان فإنه يقدم. نعم. جزاكم الله خيرا. من أسئلة الأخ مصطفى يقول: شخص صلى بآخرين إحدى الصلوات المفروضة، وعند انتهائهم من الصلاة وتفرقهم تذكر بأنه على غير طهارة فأعاد الصلاة بعد الوضوء وحده، فهل الصلاة صحيحة أم يلزمه إبلاغ المأمومين الذين صلوا خلفه؟ إذا كان لا يعرفهم ماذا يفعل؟ صلاة المأمومين في هذه الحالة صحيحة إذا صلى بهم ثم تبين له بعد فراغ الصلاة أنه على غير وضوء، فصلاتهم صحيحة. ولكن هو يعيد الصلاة، وهذا شيء وقع لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه صلى بالناس صلاة الفجر ثم تبين له أنه على غير طهارة فتطهر رضي الله عنه وأعاد الصلاة، ولم يأمر المأمومين بإعادة الصلاة. نعم. الأخ بشير سوداني يسأل هذه الأسئلة: أولا، عن حكم قصر الصلاة شيخ بالنسبة للحاج خلال إقامته أكثر من 4 أيام في مكة. إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام في مكان واحد فإنه يتم الصلاة، لأنه الإقامة التي تزيد على 4 أيام ينقطع السفر، تنقطع أحكامه فيتم الصلاة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول الأخ بشير: هل أيضا يصح صيام رجل شهد شهادة زور في رمضان، وهل يتضاعف الإثم في هذا الشهر؟ نعم، شهادة الزور حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، من أكبر الكبائر، نسأل الله العافية. وفي الحديث: لا تزال أو لا تزول قدم شاهد الزور يوم القيامة حتى تجب له النار والعياذ بالله، فهي من أعظم الكبائر. فعلى من فعل ذلك أن يتوب إلى الله عز وجل، وإذا بني على شهادته حكم قضائي فعليه أن ينبه القاضي على ذلك من أجل أن يستدرك ما حكم به بناء على هذه الشهادة. نعم. من أسئلته أيضا يا شيخ يسأل عن المرأة: هل لها حضور صلاة الجمعة؟ نعم، لا بأس أن تحضر المرأة صلاة الجمعة وتجزئها عن الظهر. نعم. يقول: إذا أقيمت الصلاة والمؤتمر أو الحاج في الطواف ماذا يعمل؟ يكمل الطواف إلى أن تقام الصلاة، يستمر في الطواف إلى أن تقام الصلاة. فإذا أقيمت الصلاة فإنه يصلي مع المسلمين، فإذا سلم فإنه يكمل طوافه ويبني على الأشواط الأولى التي قبل الصلاة، وأما الشوط الذي صلى فيه فإنه يعيده من ابتداء من الحجر. نعم. نختم هذا اللقاء معكم فضيلة الشيخ بسؤال من جدة من الأخ أبو سالم، يقول: هل الأضحية خاصة بالميت، وما حكمها عن الأولاد الذين لم يبلغوا؟ الأضحية مشروعة عن الحي والميت وعن الكبار وعن الصغار، وفيها خير كثير، وهي شعيرة من شعائر الإسلام، وفيها أجر عظيم وخير كثير، وتذبح في البيت ويفرح بها أهل البيت ويأكلون منها ويتصدقون ويهدون لجيرانهم. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يتجدد اللقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، في هذا البرنامج مع أسئلتكم واستفساراتكم إن شاء الله. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.